بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هناك البعض محبوس في افكاره بمعنى الكلمه ازاي محبوس في افكاره وبيعمل ايه بتجيله فكره مش عجباه ومش متوافقه مع الافكار اللي عنده بدل ما يناقش الفكره الجديده بيعمل ازاي بيشتم صاحبها هو ده اللي بيعملوه طيب هم بيفكروا ازاي وايه هي سلبيات الموضوع ده وايه هو النقاش الصحيح خليك معايا عشان اشرح لك النقطه دي بسرعه الكل يتامر عليه الكل يتامر علي الكل تجد ان هناك شخص هو محبوس في فكره معينه البعض محبوس في نواقض الاسلام العشره بتاع محمد بن عبد الوهاب مثلا وماشي بنواقل الاسلام العشرة دي بيطبقها وهو مش فاهمها حتى ولا عارف اصول تطبيقها ولا عارف الضوابط ولا ولا عارف موانع التكفير ولا عارف مش عارف حاجة خالص عشان ما اقعدش أعدد لك فايه اللي بيحصل بتيجي أنت تختلف معه لما تختلف معه هو بيلاقي نفسه مش عارف يرد ومش عارف يتكلم فايه اللي بيحصل بدل ما يناقش الأفكار القديمة بتاعته ويناقش الرأي اللي انت طرحته بيعمل ازاي مش عايز لا يناقش دي ولا يناقش دي لان هو في الحقيقه افرغ واجوف وما عندوش يعني اي حصيله فكريه انا طبعا لا اقصد ان انا اشتمه انما انا بوصف لك ايه حاله فهو يلاقي ان هو مش عارف يرد في النقاش ومش عارف ان هو يعني دافع عن فكرته وكده فيعمل ازاي يبدأ يشتم يعني هو باختصار انزعج من الفكره اللي أنت قدمتها له، طيب كويس أنت انزعجت من فكرة معينة فهاجم الفكرة يا أبو الأبطال اللي أنت انزعجت منها فالنتيجة إن هو ما يهاجمهاش إنما يعمل إزاي؟ يبدأ يشتم اللي هو إيه اللي هو طرح هذه الفكرة فهو ما بيفرقش بين الفكرة أو الرأي اللي هو طرح عليه وبين الشخص الطارح ويبدأ يقدح فيه وهو ما يعرفوش اصلا ولا يعرف عنه حاجه ويبدأ ان هو يقدح فيه لسبب او بآخر او بطريقه او بأخرى الهدف ايه؟ الهدف ان هو يدافع عن فكرته، هو ده في الحقيقه ما دافعش عن فكرته، هو في الحقيقه ضر نفسه وضر الناس، لان اسلوبه دوت معناها اول شيء إنه هو لا يعرف شيء البته عن النقاش الموضوعي. النقاش الموضوعي ده يا جماعه يعني انك انت تناقش الموضوع المطروح وبعد كده لما تناقش الموضوع المطروح تناقشه بحياديه كلما امكن وبعد كده لما تنتقده تنتقده وتبين ليه انت رفضته وبتنتقده ليه يعني توضح نقاط الاعتراض على الفكره اللي مش عاجباك ده هو النقاش ايه الموضوعي لكن طبعا البعض ما عندوش الحته دي خالص والكلام مش عاجبه فايه اللي بيحصل بيشتم لما بيشتم بقى يا ابو الشباب بتتحقق مشاكل كتير اول مشكله بتتحقق ان هو هذا الشخص المغلق بيضيع على نفسه فرصه كبيره للنقاش ممكن ان هو خلال الفرصه دي ممكن يوسع افكاره وممكن يتراجع وممكن يجد ما هو أفضل وممكن يتعلم أسلوب النقاش السليم وممكن تحصل حاجات كتير ومن ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل برضو إن هو ممكن ينصر رأيه يكون هو معاه حق ودي النقطة التانية اللي أنا عايز أقول لك عليها إن هو لو معاه حق وبعد كده شتم الخصم فالنتيجة إنك أنت لما بتشتم الخصم إيه اللي بيحصل؟ اذنه بتغلق وقلبه بيغلق وبالتالي انت اصبحت عونا للشيطان عليه وعونا للباطل عليه وانت لا تشعر اقصد يعني اللي بيعمل الموضوع دوت هو اللي بيصبح عونا ايه للباطل المشكله اللي هي اسوء من كده اللي بتواجه هذا الشخص اللي هو بيحول الحوار الى شتيمه هو ان العقلاء بيهجروه فلما العقلاء يهجروه هيبقى هو حواره مع مين هيبقى حواره مع ناس يا اما مش مثقفين يا اما حواره مع سفهاء يا اما حواره مع جهلاء وبالتالي هيفضل مغلق طول عمره هيعيش مغلق ويموت مغلق وهو يحسب انه على شيء ويحسب انه يحسن صنعه ودي الكارثه اللي هو بيقع فيها وهو لا يدري. الخلاصه يا جماعه الاسلوب الصح هو ان الشخص يناقش الفكره وينتقد الفكره وبعد ما تناقشها وتنتقدها هتصل الى حق لكن انك انت تسيب الفكره وتناقش الشخص او او تقدح في الشخص اللي هو طرحها عليك في الحقيقة ده اسلوب اصلا هيضرك انت قبل ما يضر الشخص دوت الشخص ده في الحقيقة يعني لما بتحصل معايا على على القناة ممكن احصر هذا الشخص وارتاح وخلاص واحد وسيبك منه كده لكن في حقيقة الامر ان هو اللي بيضر نفسه ليه بقى بيضر نفسه لأنه هو بيضيع على نفسه فرصة للنقاش وما بينتصرش لرأيه ولا بيعمل أي شيء ولا بيصل إلى أي حقيقة ولا بينشر حتى الفكرة اللي هو مقتنع بها يعني الشتائم بتحرم هذا الشخص من أنه هو يوسع أفكاره وبتحرمه من ان هو يحصل ماده ثقافيه بالمجان وفي وقت قصير جدا لانك انت لما تناقش واحد قارئ وواحد مثقف وكذا هو كمان عايز يقنعك فايه اللي بيحصل فبيطلع لك اللي عنده واللي في جعبته وكذا كل ما عليك انك انت تتفكر هذا الامر وتكون حذر وممكن تروح تسال طرف ثالث لاحسن يكون المثقف ده بيخدعك ده الاسلوب الصح وده الاسلوب السليم لكن مش الصح ان هو يغلق على نفسه ويغلق على فكرته وبعد كده كل ما حد يجي يصلح له او يصحح له تلاقيه يشتمه ويخش في هذا المجال طيب مش عارف الناس دي بتفكر ازاي حقيقه اسلوب هؤلاء الناس في الحقيقه هيخلوا العقلاء يهجروهم ويتلاشوهم والموضوع هينتهي بالنسبه للعقلاء مش كل واحد على فكره بتناقشه وبيبقى عايز ينصحك ومش كل واحد هتشتمه هيتحملها في سبيل الله ولو لمره واحده عشان خاطر ينور لك الطريق ويوضح لك المساله ويظبط لك الامور وكده مش كل واحد هيتحملك في في هذه المساله انت من النادر جدا انك انت تلاقي واحد يعني هيتعامل بهذا الاسلوب الابله من كده بقى انك انت او ان هذا الشخص لما يشتم حد ممكن بهذه الطريقه يجلب على نفسه وعلى ابيه وعلى امه شتائم السفهاء ليه بقى ما السفيه هيقابل العمل مش بمثله بقى هيقابل العمل بعشره امثاله فواحد يجي يشتم واحد سفيه لا تنتظر حلم من السفيه ابو الابطال انت اللي هيشتم سفيه السفيه يرد عليه طبعا وهيرد عليه باغلظ مما قال وممكن يخضح في عرضه وممكن يخضح في كذا وكذا وكذا والحاجات دي على فكره منتشره جدا على اليوتيوب يعني المفروض الواحد يعني على الاقل خالص يغير على عرضه وما يجلبش لابوه الشتائم الله يحفظه ويحفظ ابوه برضه في نهايه المطاف هم مسلمين وبندعي بالحفظ والهدايه فالخلاصه يعني ما يجلبش لابوه الشتيمه وابوه قاعد مش داري مش داري ايه اللي بيحصل وده نوع من البر انك انت تحافظ على ابوك وعلى امك وكده ارجع اذكركم ان النقاش الموضوعي هو في صلب الموضوع يعني واحد بيكلمك على مساله معينه ما تخرجش عنها ما تسيبش المساله دي وتروح تشتمه هو او تسيبش المساله دي وتروح تفتح موضوع تناقش مسألة تانية تناقش المسألة هذه وتبدأ انك انت بقى تستنتج وتبدأ انك انت تشحذ كل الادلة اللي عندك وتبدأ انك انت تعرض فكرتك وتبدأ انك انت تسأل حتى يعني لو حد اكثر منك خبرة او كده المهم انك انت تفضل في الموضوع وفي صلب الموضوع وتنسى حكاية التحدي وتنسى حكايه الشتائم في التحدي والسلام عليكم